بسم الله الرحمن الرحيم، انا سؤال بحضراتكم. قاعد انت تسمع كلام كتير قوي على تشيلسي، رومان ابراموفيتش بيقرر يبيع تشيلسي، رومان ابراموفيتش بيتم تجميد اصول امواله، رومان ابراموفيتش بيتم منعه من السفر، تشيلسي ممنوع من بيع لعيبته، تشيلسي ممنوع من شراء لعيبه، تشيلسي ممنوع من ان هو يبيع تذاكر، رعاه تشيلسي تخلوا عنه، تشيلسي مش لاقي تيشيرتات يلعب بيها ماتشات، تشيلسي لو لعب الماتشات اللي جايه في الدوري الانجليزي هيلعبها وهو حاطط لزق مكان الشعارات اللي موجود فيها لوحات الاعلانات الخاصه بالرعاه. يعني تشيلسي رقم 3 ده المباراه الجايه قدام نيوكاسل كان في كلام كبير جدا ان تشيلسي مش لاقي قمصان اساسا في الغرف، لان الغرف مفروض ان هي مقفوله لان اصول الاموال بتاع رومان ابراموفيتش محجوز عليها، فمفيش هدوم كافيه لتشيلسي ان هم يلعبوا بيها ماتشات، فكانوا هيحطوا لزق على رقم 3 ده عشان خاطر لو ظهر بيه في ماتش تاني هيبقى مخالف لعقود الرعايه اللي اتلغت، لان الراعي بتاعهم تخلى عنهم بمجرد ما الحكومه الانجليزيه ما قررت ان هي تجمد اموال رومان ابراموفيتش. فالموضوع كان كبير قوي بالنسبه لتشيلسي. طب كل ده حصل ليه؟ يعني احنا مش عايزين نقول الكوره بعيد عن السياسه؟ يعني انا قاعد اقول لك بقالي 3 4 فيديوهات ان الكوره والسياسه حاجه واحده، وانت في الاخر لسه مصدق كلام الكوره بعيد عن السياسه؟ طب هو تشيلسي اترخم عليه واتعمل عليه كل ده ليه؟ عشان رومان ابراموفيتش راجل اعمال روسي بس؟ لا عزيزي، ما هو رومان ابراموفيتش بيتقال ان هو بسم الله ما شاء الله عنده مصانع حديد وصلب، وان هو من الناس اللي شاركت في زعزعه استقرار اوكرانيا. اه والله بجد، ده اللي كان طالع بيه الحكومه الانجليزيه في البيان بتاعها ضد ابراموفيتش وتشيلسي، ان هو الراجل ده شارك في زعزعه استقرار اوكرانيا. بسم الله ما شاء الله يا اخي، يعني يا يعني دلوقتي برضه نفس الكلام بيتقال على المقاتلين اللي بيروحوا من دول خارج اوكرانيا، بيقولوا عليهم انهم متطوعين، ولما بوتين طلع قال ان انا عندي متطوعين قال لك لا دول مرتزقه. عادي يا عمي، كبر دماغك، عادي جدا، انت بتسمع حاجات من هنا طنشها من هنا عادي، يعني دول جايين من بره بلد، من بره اوكرانيا، يبقى مقاتلين متطوعين، انما دول جايين من بره روسيا يبقى يا باشا بالصلاه على النبي دول مرتزقه. ما ده مرتزقه وده مرتزق، لا ده تبعنا ده مش تبعنا. فدلوقتي ابراموفيتش بسم الله ما شاء الله بقى مش تبعهم. ليه بقى؟ لان في كلام كتير قوي ان رجال الاعمال الروس كانوا عنصر حاسم جدا في اداره روسيا بقياده فلاديمير بوتين، لان بوتين طبيعي اي رئيس بيظبط رجال الاعمال اللي في بلده، ورجال الاعمال واقفين معاك هنفضل ندعمك على الحلوه والمره، وانت برضو بتظبطهم بطريقتك انت، انما رجال الاعمال لو قلبوا عليك الدنيا بالنسبه لك مش هتظبط خالص. فاوروبا دلوقتي بدات تدور على رجال الاعمال الروس وترخم عليهم وتضيق عليهم في شغلهم وتحط عليهم قرارات جزافيه وتحط عليهم عقوبات زي اللي بتعرض ليها روسيا من ساعه الحرب ما بدات. فبسم الله ما شاء الله رجال الاعمال بيتضايق عليهم علشان خاطر ايه بقى؟ يتخلى عن بوتين ويحس ان بوتين ده مصلحتنا مش معاه. الموضوع سهل جدا وبسيط. طب تشيلسي ايه علاقته؟ ما تشيلسي الملك بتاعه روسي يا حبيبي، تشيلسي اترخم عليه عشان خاطر الملك بتاعه روسي. طب ما هو الراجل الروسي المحترم ده قرر ان هو يبيع النادي من شهر لورا، وكان شايف الموضوع ده بعينه ان كده كده العقوبات على رجال الاعمال هتيجي، العقوبات على روسيا كانت بدات، فالعقوبات على رجال الاعمال دورها كده كده جاي. ابراموفيتش قرر ان هو يحط رجل على رجل ويستنى العروض، بس الازمه ان للاسف العقوبات جت اسرع من عروض شراء تشيلسي. طيب حاجه كمان زياده حصلت اثناء ما احنا قاعدين نقول اوكرانيا اوكرانيا اوكرانيا، جمهور تشيلسي في المدرجات ابراموفيتش ابراموفيتش ابراموفيتش، فحسوا لا بقى الموضوع زياده عن حده، انتوا مش بتقولوا ابراموفيتش ابراموفيتش، تعال انا هخليكم تفلسوا عشان خاطر ابراموفيتش اللي انتوا قلتوا عليه ده. فرومان ابراموفيتش بسم الله ما شاء الله في يومين بس بقى ممنوع من السفر، ممنوع ان تشيلسي يستخدم اصول الاموال اللي هي بتاع رومان ابراموفيتش، ممنوع ان تشيلسي يبيع لعيبه، ممنوع ان تشيلسي يشتري لعيبه، ممنوع ان تشيلسي يبيع قمصان، ممنوع ان تشيلسي يبيع تذاكر مباريات، اللي هو طب الجمهور هيجي منين؟ اللي معاه تذاكر موسميه هو اللي هيحضر. ايه ليه كل ده؟ عشان خاطر الجمهور اثناء الفيلم والعرض المسرحي بتاع دعم اوكرانيا قال رومان ابراموفيتش ده عين ده بقى تشيلسي مش مانشستر يونايتد او ليفربول عشان خاطر احنا نعمل له قوانين مخصوصه. طب هو اللي حصل ده صح؟ لما سال يورجن كلوب قال لك اه صح جدا عادي مفيش اي مشكله، لان رومان ابراموفيتش طالما تورط في زعزعه استقرار اوكرانيا هيبقى عادي، يعني دي كره وسياسه احنا مالناش دعوه. طب توماس توخيل ايه رايك في الوضع ده؟ توماس توخيل قال لك انا ما بكلمش توماس توخيل يا جماعه. طب توخيل نفسه قال ايه على الوضع ده؟ توخيل قال كلمتين حلوين، قال لك طول ما انا معايا تيشيرتات ومعايا باصي وديني الملعب انا بنافس على كل حاجه. تحيه وتقدير للكلام ده. هل اللي حصل ده ضد تشيلسي وضد رومان ابراموفيتش بيقول لرجال الاعمال العرب اللي موجودين
في استثمارات كتير زي مانشستر سيتي وزي نيوكاسل ان انتوا بعيد على اي حاجه. بالعكس، لو شايفين الصوره هيعرفوا ان كده كده دورك جاي، كده كده طالما داس على حد قبليك يبقى هيجي الوقت اللي هيدوس فيه عليك. بس الازمه كلها امتى بقى هنشوف مشاكل ما بين الدول الاوروبيه والدول العربيه بتاعنا؟ الدول العربيه بتاعتنا ملاك لانديه انجليزيه فيها. يعني مثلا لو حصلت مشكله بين الامارات وانجلترا لا قدر الله، انجلترا هتعمل ايه؟ هتدوس على مانشستر سيتي. لو حصل مشكله مع ولي العهد ايه اللي هيحصل؟ انجلترا هتدوس على نيوكاسل، زي ما هم كانوا مش عايزين يبقوا له اي نادي في انجلترا. ايه ده؟ يعني الكره والسياسه مش بعيده عن بعض؟ انا تعبت منك والله، انا عمال اقول لك الكلام ده بقالي شهر لدرجه ان القناه قربت تتقفل بسبب امي الكلام في الكلمتين دول. يعني انا عمال اقول لك الكره والسياسه حاجه واحده وانت ناوي تقفل لي ام القناه لانك لسه مصمم ان الكره والسياسه بعيده عن بعض، ولسه برضه مصمم ان دعم اوكرانيا حاجه من الانسانيه ومش مصمم ان دعم القضيه العربيه بتاعتنا عنصريه وكلام. زيك زيهم والله، والله العظيم بقى زيك زيهم. بقى بتسمع ان المقاتلين اللي بيروحوا هنا دول متطوعين والمقاتلين اللي بيروحوا هنا دول مرتزقه، بتسمع نفس الكلام بتاعهم. طول ما انت قاعد تسمع الكلام بتاع الاعلام الغربي بتردده مش تفهم اي حاجه، والله ما هتفهم اي حاجه. انما طول ما انت قاعد تفكر بدماغك دي هتعرف ان الحياه سهله قوي، الناس دي كلها بتشتغلنا وبتحاول تشتغلنا، بس احنا عارفين كل حاجه وفاهمين كل حاجه، بس هنعمل ان احنا مش فاهمين اي حاجه. قصة تشيلسي ورومان ابراموفيتش قصة معقدة جدا، بس بصراحة عجبني جدا قرار ابراموفيتش ان هو قرر يتخلى عن ان هو ياخد اي اموال من بيع تشيلسي. اه تخيل انت القرار كان واقف على ان انت عايز تبيع تشيلسي، بيع تشيلسي بس مش تاخد جنيه استرليني بس من صفقة البيع. اه ده اللي حصل بالظبط، لان انت لو خدت فلوس هتعمل ايه؟ هتروح تدعم بيها بوتين وتدعم بيها السلاح ضد المتطوعين في اوكرانيا. فانت كده للاسف الشديد هتبقى ضد البشريه وضد الانسانيه. فبسم الله ما شاء الله، اعمل ايه طيب؟ بيع النادي من غير ما تاخد فلوس. وهو الراجل قال لهم تمام، عايزين نبيع النادي من غير ما اخد فلوس، تمام، لان انا شايف ان النادي بالوضع الحالي انتوا عايزين توصلوه لمرحله الافلاس. فالصراحة دي حاجة محترمة جدا من رجل الأعمال الروسي الشرير اللي بيدعم الجيش الشرير في زعزعة أوكرانيا. رجل الأعمال الشرير ده هو اللي أنقذ النادي الإنجليزي اللي أنتوا قاعدين تتكلموا إن هو فخر من أمجاد لندن، فخر لندن تشيلسي اللي أنقذه رجل أعمال روسي. يا جماعة بتوع الإنسانية أنتوا الكلام الحلو ده، بس هنعمل إيه؟ هي السياسة كده، نجاسة، هنعمل فيها إيه؟ فمع الاسف الشديد يعني لو حبيت تتكلم في القصه دي لازم تتكلم فيها كلها على بعضها، وانا اتكلمت فيها كلها على بعضها، وربنا يستر بقى والفيديو اتحط عليه اعلانات، وكده كده اتحط عليه ما حدش بيتفرج اساسا، بس مش مهم، المهم انك تقول رايك في الاخر، وانا قلت رايي بصراحه. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم، هعمل فيه زي ما انا بقول لك احترم رايي، انا مجبر ان انا احترم رايك. وتذكر دائما عزيزي ان اللي الغرب بيقوله لك شمال شمال انت خده يمين يمين، او خده يمين يمين ووديه شمال شمال واعمل عبيط وما تركزش مع اي حاجه بيتكلموا معاك فيها على الانسانيه او الحريه والكلام ده، لان الناس دي كدابين وهيعيشوا ويموتوا كدابين.